متابعين لايف صار وقت نخبركم شو في بسهرتنا لليله. اكيد على 8:30 موعدكم مع البرنامج الكوميدي الاول ما في مثله بمجموعه من السكتشات الجديده، بعرف يعني ما بده دعايه وكتار منا بينطروا. على الساعه 9:30 حلقتين متتاليتين من اكبر الانتاجات التاريخيه الدراميه العربيه سرايا عابدين. طبعا رح نتابع هالقصه المميزه بتحيا اللي بتردنا لايام الخديوي، وبحلقه الليله المنافسه بين الاميرات على توليه ابنهم للحكم مستمره، فيما الخديوي عم بيعيش اجمل لحظاته مع الجاريه شمس. اكثر من 250 فنان من كل الدول العربيه عم بيشاركوا بهالعمل يلي بلغت كلفته تقريبا 20 مليون دولار. وبالبطوله بنذكر يسرى، قصي الخولي، كارمن لبوس، يورجو شلهوب، نالي كريم، نور وغيره. خلينا نشوف مشهد من يلي ناطرنا الليل. بس عشان يدوروا عليك بالشكل ده بنتي ولا اللي قتل لهم قتيل؟ بصراحه الحكايه اكبر مني ومنك بكتير قوي. ما تقول يا بنتي طلبت منك. لا يا ماريا، انا ما طلبتش منك تعملي كده. هتقتلوه ولا هتعملوا فيه؟ انت بتسكتني؟ فاكرني هخاف واسكت؟ انا دلوقتي هروح للخدية وافهم ايه الحكايه. انا مش هسمح لمخلوق يهز مكانتي اللي انا فيها، فاهمه؟ جنار اوعي تكوني بتفكري في اللي خطر في بالي. انا ممكن اقتلك، اقتلك لو حرمتيني دقيقه من عشتي في السرعه. جنار هانم، تسمحي لي انفرد بزوجتنا المصور؟ لو الامير فؤاد ما جاش معانا بكره الرحله انا هقول ان انتي سبب في سقوط سفينه هنا. سرايا عابدين، حلقتين الليلة على الام تي في. مباشرة بعد هالحلقتين من سرايا عابدين انتو على موعد مع عاطل عن الحرية. عاطل عن الحرية الليلة بخبرنا قصة أيوب عليان يلي رح يحاوره سمير يوسف، وطبعا هالسجين يلي أدين بتهمة القتل. رح نتابع قصته من خلال جريمته يلي صارت ببلدة قانا الجنوبية وهزت وقتها المجتمع اللبناني وانحكى عنها بالإعلام. المميز بحلقة عاطل عن الحرية مثل كل الحلقات أنه رح نرجع لطفولة السجين، نفوت بحياته بأسباب الجريمة بدوافعها، وكمان المهم أنه عم نرجع نشوف إعادة تمثيل للجريمة. خلينا ناخد فكرة عن اللي ناطرنا الليلة من حلقة عاطل عن الحرية. سنة 2006 هزت بلدة قانا بالجنوب جريمة بشعة. صار لي بالسجن 9 سنين تقريبا. بيقول انه قتل كرمال يعيش بيه. فكرت هيك انه ما لقيت الا السرقة. جريمته عن سابق تصور وتصميم وعن تخطيط. جرب يقتل السريلانكية. سكرت تمي اني ضربها. بس ضربتها اول ضربة ما كانت تتركني، ضربتها الثانية. قتل ست البيت. زيد بدي اهرب كمشيتني من ايدي. ضربت السكين وضلك كمشيتني كمان رجعت ضربتها وقعت بالارض. بالحلقه الجايه ما بعرف شو صار، رح ينفتح ملف سكر من سنين. حكمت اعدام، خليها تكون عبره لغيره. عاطل عن الحريه الليله 11:15 على الام تي في. اذا على ال 11:15 موعدكم مع هالحلقه الجديده من عاطل عن الحريه. جولتنا رح تكفي ولكن هالمرة مع أبرز المحطات الثقافية والفنية اللي عم بتصير بالبلد مع رانديفو.